أو من الممكن أن يظهر الشيطان في صورة أي نبي آخر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من رآني فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي، ولم يقل بالأنبياء. جزاك الله. تمثل الشيطان بصورة نبي غير نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ذلك بأن النبي قال: من رآني في المنام قد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. أو يسأل عن رسول آخر غير الرسول عليه الصلاة والسلام، هل يمكن أن يتمثل به الشيطان في المنام؟ لا أعلم في ذلك خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.